السلام عليكم، ما اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. فاطمة الزهراء الغزاوي توفات بعد صراع طويل مع المرض، وراكم عارفين المرض ديالها شنو هو. هما كيتسموا اطفال القمر، يعني ما كيقدروش يخرجوا بالنهار، كيخرجوا غير بالليل لان الشمس كتاديهم شويه. فالله يرحمها والله يصبر عائلتها، ودعواتكم لها بالرحمة وبالمغفرة. وبسلام عليكم، ونتلقاو فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.